نحن لا نستبق الأحداث، احنا عندنا بروتوكول صحي دائما نتابعه، عندنا لجنة علمية تتابع الشأن الوبائي في الجزائر ونحن نرافق هذه الأشياء. وانت اليوم تشاهد كما شاهدوا جميع إخواننا المواطنين بأنه منذ هذا الأسبوع، في بداية هذا الأسبوع أصدر البيان نتاع رئاسة الوزارة الأولى القاضي بفتح كل المساجد، معناه فيه تطور. فتحنا كاع الهياكل تاع المساجد، ولما لا ان تكون هناك فتح ايضا لصلاه التراويح اذا كان اجلنا نقصنا من الحجر الصحي اللي كان قبل 8 اليوم ولا على 10 تاع الليل. معناها الامور ستدرس وان شاء الله يكون الخير ونفرحوا الجزائريين.